السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات الدور الستاشر اللي سرقناها من الأستاذ الكبير محمود مهدي. اتفضل يا عم. ده الفرنشايز. الله انت كده بقى معاك فرنشايز دور الستاشر، تقدر تعمل بيه اللي انت عاوزه. حصلنا على الفرنشايز كده. بعد النجاح الرهيب جدا جدا لسلسله دور 16 عند استاذ محمود مهدي اللي انتشرت جدا في جميع قنواته في الافلام بس ماشي في شركه شنكل في دور 16 والناس طلبت مني اعملها اكل، فلما حبيت اعملها قلت لازم اجيب صاحب الفكره او الشكل او اللي طلع بيه هذه السلسله استاذ محمود مهدي وصديقي الصدوق مستر محمد حازم. خلاص بقى اصحاب قناه بقى. خلاص يعني محمد حازم دلوقتي يعني صاحب حق اصيل في واخد 10% من اصل القناه. الحمد لله دور ال 16 فكره استاذ محمود مهدي قناه استاذ عمرو الشريف وانا جاي العب معاهم عاطف وانا حازم معاهم. بما ان طبعا احنا في قناه اكل فاحنا عاملين نعمل الحلقه دي عن الاكل، وهيبقى كل حلقه من دور 16 هنطلع بثيم جديد بثيم مختلف. حلقه المره دي عن المشويات، واخترناها بهذا الشكل عشان برضو تبقى يعني هتبين اكتر احنا عايزين نعمل الحلقه دي ازاي. ممكن بقى نعملها مطاعم، ممكن نعملها نوع اكل، برضو ممكن نعملها مقارنه، يعني لسه مش عارف نعملها ازاي بس يعني ليها اشكال كتير. في المره دي احنا بنتكلم اصناف مشويه، فاحنا هنتكلم عن احسن اصناف مشويه ايا كانت مهم المطعم مش مهم. اي حاجه نزلت على فحم وخلاص. فاحنا اخترنا 16 صنف تمام، وهنشوف هنعمل بقى القرعه. ولو انت مش عارف السلسله فهتتفرج وتعرف دلوقتي، يعني استنى واعرف بقى. لو انت مش عارف السلسله شويه كده هتعرف. تمام يلا اتفضل استر. انا عاده بدي اول ماتشين في القرعه للضيوف، بس عشان المره دي انا الضيوف. انا فرحان قوي لان انا اللي حصل اول مباراه معانا في دور 16. المباراة الأولى هتكون ما بين الكفتة يبدأ سخنة و الستيك. الستيك ده نار بنار. ماشي اتفضل يا مستر. حد يسحب المباراة الثانية؟ اسحب اتنين. ايوه المباراة الثانية هتكون بين الفراخ. اوكي الفراخ احنا الفراخ بمفهومها الواسع واللوحة الضاني. لوحة ضاني مشوية تمام. أوكي. بسم الله. كوبيبة مشوية. أوكي. جليل. على فكرة أنا بطلع على الأصناف دلوقتي معاكم لأن أنا معرفهاش. وحمام محشي مشوي على الفحم. تفضل يا باشا. المباراة ماشي دي عايزة كده يعني. المباراة الرابعة برجر على الفحم ريشة والريش او ريش. طيب طرب الله اديني جمبري مشوي. هنا بقى نبتدي نعمل الماتشات بتاعت الناحيه الثانيه. اوكي يعني في النهائي هيطلع واحد من هنا عشان يلاحق واحد من هنا. هو بيعرفنا على السنة احنا مش عارفين برضو احنا الصحفيين انا مش عارف هو بتمشي ازاي، فهو فعلا بيقولها بجد حاسس ان هو وقعت في هواب. كباب اوكي يس. يا رب ايه ده في اكل جه. شيش كده كباب ضد شيش. اتفضل المباراه القبله الاخيره ناخد ده معانا. يلا سمك مشوي واو ما توقعتش اني اشوفه معانا في هذه والله احنا عاملين لك مفاجآت. وسجق مشوي. سجق قدام السمك مباراه بلاش لمس في حاجه اسمها سجق. تعالى بقى ايه خد انت واحده وانا واحده منتهى الرومانسية. نيفا حواوشي. اوف نيفا وحواوشي او ماي جاد. يا لهوي على المباراة. انا حاسس المباراة دي هيبقى فيها دموع. حواوشي ونيفا دي فاهم. عارف انت زي برامج المسابقات زي اللي هو ده هيطلع. هطلع مجزرة. هنا بقى يا استاذ عمرو زي ما كنت بتسالني دي المرحلة اللي المفروض كل واحد يتوقع فيها الفايز على جنب لوحده ويكتب في ورقة ويحطها على احنا بقى دلوقتي كل واحد فينا هياخد ورقه كده اكتب فيها الفايز توقع مين اللي يفوز في الاخر او هو مايل لمين اكتر. مش شرط هو اللي يفوز في الاخر ومش شرط يحمله قوي، ولكن هيبقى حركه لذيذه لو هو في الاخر اختياره طلع صح. هل عندك شك؟ لا عندك فايز حاسس فيه حد هيفوز او انا في يعني انا طرف فائزا من مبدا استحقاقي او من مبدا تشبيحي. اه
في حد عاوز تشبح له ولا في حد متوقع ان هو يستحق يكسب؟ ما تقولوش بقى يعني ما تقولش هو مين. ما تقولش هو مين. هتكتب. مش الطرب خلاص. طفل مؤذي. عشان كده ما بحبش العب معاكم. انت بتتكلم بجد؟ وبرده بما اني انا بقى الضيف اكتب انا اول واحد. يلا يا باشا. يلا يا باشا. طبقها وحطها في بقى يا باشا. يا عم انا شفت اللي كاتب ايه يا عم. انت فاهم انت فاهم اللعبه حازم حازم قط يا ابني انت فاهم اللعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا اول جوله بين المباراه الاولى الكفته تقابل الستيك. انا عندي شكوى وعندي عتاب وعندي لوم شديد قوي يا جماعه ان الشوي بشكل عام ما بقاش زي زمان خلاص. انا لا اتذكر اخر مره طلبت من مطعم مشويات حاجه وهي داخله جابت معاها الريحه. عارفين ريحه الشوي؟ انت عارف الريحه دي اصلا بتبقى نابعه من ايه اكتريتها؟ من الورق القديم اللي كان بيبقى ملفوف بيه البتاع. فانت كنت بتشم ريحه الورق مع المشويات كانت بتبقى قويه. تمام. عشان كده انت محتاج كبابجي شعبي قديم. انما الباكجينج الجديد ده اما بقى يدخل عليك بتحس ان اكل عادي خلاص. ممكن بس عارف انت الورق اللي هو الخفيف ده اللي هو عارف اللي على العربي اللي بتمسح ايدك فيه. انا اخر والله فاهم قصدك. بس انا اخر مره او المرات اللي ممكن استدعي فيها ذكريات الشوي من اول وجديد هو الشوي البيتي. نطلع الشوايه ونحط الفحم ونشتغل على اللحمه واشم بقى والله بص انا بحب الشوي جدا. ايوه جدا. سواء في اعمله في البيت عندي مثلا عند والدي في الروف او احب اكل حاجه مشويه. انا احب اكل حاجات مشويه بس مش اي حاجه مشويه يعني مش كل الحاجات دي اهواها مشويه ومش عند من اي حد كمان. يعني انت ممكن برضو فكره حازم اللي قاله من شويه بكبج القديم وبتاع بتفرق وطلع يعني كيف كده معين بتظبط الاداء. فانا انا بحب اكل حاجات مشويه كتير على فكره. يعني نفسي كمان مره مثلا نفسي في كباب مش نفسي في كوف نفسي في يعني بتيجي هو دلوقتي اللي بيحصل ان انت عمر ما الطبق كامل هيكيفك. يعني لو جالك كفتة حلوة هتلاقي الكباب مثلا ايه بيشد. لو جالك كباب حلو هتجيلك كفتة ناشفة. فما بقاش فيه كونسيستنس. عندكم الحتة بتاعت الاطفال اللي انا اقصدها ده يعني زمان لما كان في عشاء هنجيب كفتة وهنجيب كباب وبتاع. لا شبعان عيل صغير لا شبعان لا مش هاكل لا بتاع. واول لما يخش الريحة ايوه الريحة انا بقول لك ريحه البقدونس مع الدهون مع الورقه اللي بره مراعاه هي حته تسيدي على فكره. انا هقول لك انا حاجه علشان الذوق العام نفسه هو اللي بقى بايظ. زمان كان نسبه الدهون بتبقى محترمه. دلوقتي الناس بتاع مدهننا البتاع مع ان هو ده اصل الموضوع. ما هي الكفته عشان تبقى كفته لازم لها ليه. يلا ادي الكفته جت بس دي شكلها كويس. ادي بعيدا يعني عن الكلام ده كله وادي الستيك. ما تجيبش شوكه سكينه بقى. بص بقى حته الدهنه دي ده جت اتاخد حته كده مع حته كده في شويه ناحيه بقى دي بقى اللي بتدي الطعم كله. الحاجه لغايه لما وصلت هنا لغايه لما بقت على بعد نص يارده مني انا ما كنتش شامل الريحه. انا بقول لك يا باشا في بقدونس دلوقتي في ترينا اهو. بس خدت بالك ان انا قلعت الدبله. انا لما اقلع الدبله دي الساين العالميه لاني ههجم. فكله ياخد باله. انا بقول لك لو حسيت هتلاقي مفيش بقدونس مفيش العلبه الكرتون او الحاجات العوامل اللي كانت بتعمل الريحه القويه. بس بس دلوقتي لو سمحتوا بشويش عشان ده لو هيكمل معانا يبقى في حاجه ناكلها بالاخر. ما هو لو المنتج سخي واخد بالك كان جاب كيلو ولا انت عارف حد جايب قد ايه. وده ممكن كل واحد بالاستراتيجيه بتاعته يخلص ده عشان شكله مش هيكمل. بالظبط يا كفته ما تقولش معايا. ابداوا بقى يعني شوف تبدا انت بايه. تبدا بايه؟ انا مش عارف ابدا ازاي. ممكن ابدا بالكفته لان امرها سهل. اوكي ممكن نعمل كده مثلا. بسم الله اتفضل يا محمد. حلقه تجيب محتاجه جلوفز. مش حد جاب جلوفز. نغسل بقى ايدنا بقى يا باشا ونعيش بقى. طب حد يفتح لنا سكين. طيب خليك راجل شوية. الريحه يا جدعان. بسم الله. هو ده دور 16 يا جماعه. مش تقول لي سينما وكوره ولا بتاع. انت اللي بياكل فيه. تعالى لي بتقيني بسرعه. لا 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 في الحكاوي حكاوي زريبيو. يا نهار ابيض انا قلت محدش يحف يا جماعه شويه. ابص ايديكوا. هي المنافسه على مفهوم الكفته المشويه ولا على الكفته المشويه دي على مفهوم الكفته المشويه كومباينيشن.
مفهوم الكفته المشويه كما يتم تمثيله على هديه الترابيزه بواسطه هذا الطبق. صح كده؟ يعني ده بيمثل حزب الكفته المشويه. هو ده بيمثل الكفته دلوقتي. تمام؟ ممكن ندخل على ستيك ازاي بقى؟ قطع لي حته. يا باشا عيش، يا باشا عيش قطع ودي. واضح ان دي صايم مش لذيذ. ما انا لازم ادخل برضه في حته. يا نهار اسود، انا ما عنديش كده في حياتي. شكرا. بسم الله. انا سيب لي حته الدهنه اللي في ال... هتاخدها كلها لوحدك؟ طب ماشي هاخد دي. في حته مقاومه كده. اني ارى فائزا. اني ارى فائزا. انت ترى فائزا؟ او لو اني ما كنتش متوقع ده، بس ده ممكن يكون احلى ستيك مشوي اكلته في مطعم مشويات من 10 سنين مثلا. الدرجه دي؟ ده حلو قوي. هو حلو بس اني اتهمك بالمبالغه. ده حلو. لا 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 والله العظيم. ايه ده؟ لا التكستشر مش تمام، في حته شد. الطعم و... تمام. ده في مره ثانيه يا جدع، بقول لك حته الدهنه دي. طب ما هو برضه الفيبر مهم. اسمع بس، خد دي، سيبك من دي. هي محتاجه تبص. حازم، حازم عايز يقنعه. والله لو خدت حته الدهنه دي لا تبالغ نفس المبالغه. هشرب الدهنه لوحدها. ماشي، لازم معاك. هل غيرت رايك؟ لا 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 لا. اضرب دي زي ما هي، زي ما هي. احنا مش هناكل لحمه أيوة. لوحدها لن نرى الدهنه. ليها عامل كبير. عندنا خطيره. انت ايه؟ انا هختار الكفته من اجل الكفته، بس انا لو انا يعني هختار، انا اتبسطت في ايه اكتر في الطبقين دول هختار؟ انت انبسطت اكتر؟ لا، انت انبسطت من ايه؟ انت دي عايز تاكل حاجه مشويه هتاكلها. ده هاكل كفته. هاكل كفته ولا ستيك اللي انت عمال تقول هاكلها مع ده؟ سوق مهدي. بص دخل هاكل مهدي. فين مهدي؟ مهدي يعرف من اين يؤكل الستيك. ايه الكلام؟ هتغير رايك ولا ايه؟ لا مش هغير رايي لسبب، لان الميكس ده موجود على الترابيزه في اشكال اخرى. ماشي. اللي هو كيفيه دخول المكون المشوي مع المكون الدهني المشوي. لكن ده يعني ليه ممثل اخر، ليه اخ توأم. لكن طريقته مقنعه. لكن ليه شخصيه، ليه شخصيه. طريقه مثقفه جدا ومقنعه. استدعاءاتها اكتر بكتير من الستيك. انا اسمع عن سندوتش الكفته، مش في كل مره بسمع عن سندوتش الستيك. لا مش لازم سندوتش الستيك طبعا، صعب. بس انا فعلا دي من احلى مرات اكلت فيها ستيك. انا بقول لك هل لازم، هل لازم، هل لازم الستيك لما يتشوي يبقى بيشد كده؟ لا مش شرط. ده لازم يعني؟ ده عيب. ده عيب في الحاله دي بالتحديد. في الحاله دي هو عنده عيب خطير ان هو اللحم بتشد. هل بقى الشده دي مش خطير لان في بيشد اكتر من كده؟ يعني ماشي، هو ماشي. برضو مش ولان هو الطبيعي ما حدش بيقطع الستيك كده. بالظبط. بس يعني انت الطبيعي لو هتاكل مثلا كباب او كفته او يعني كباب بالذات او ستيك ما تشدش معاك بالشده. بس دي مش 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 مبالغ فيها برضو، بس بتشد يعني. ده بقى عيب اللحمه ولا عيب سوا؟ ده عيب سوا يعني، ممكن يعني الاثنين، بس في الحاله دي ده هنا ده عيب سوا لان اللحمه كويسه. حازم يفهم في دكتور مني. انا ما اعرفش احكم. كفته، كفته بصراحه. الكفته بس اللي انا ما تمدسوش وهو اخر واحد ده سبب الموضوع. صراحه الكفته، الصراحه الكفته الصراحه يعني ما جايين نلعب دور 16، عمرو جاي يتعشى. هم مش هياكلوا حاجه للاسف. طيب خلاص، الكفته. إذن الكفته تتقدم. الكفته هتقدم. والستيك مع احترامه، مع احترامنا ان هو خروج مشرف. قدم مستوى كويس بصراحه. بس كفته هي بتاريخها يعني. كباب وكفته، تاريخ كفته. صحيح صحيح. خلاص فانت فخمس دقايق رصدها يا اسطى. خلاص ماشي. الكفته المشويه. نروح للماتش اللي بعده، اللوحه الضاني ضد الفراخ. وهي لوحه فعلا. هو بص، ايه رايك في الشكل؟ لوحه فنيه مش لوحه ضاني. ايه رايك؟ هو ضحك عليا. هو الضحك اداك. بتاكل ايه؟ بس هي جايه تحتيها ورق عنب. جايه محشي ورق عنب. فاحنا بدانا ناكل ورق عنب. يا نهار ابيض. انا دلوقتي مستعد ان انا اعلن الفائز بافضل صنف مشوي ورق العنب. ممكن نبدا؟ دوس. انا هقطع انا بقى المره دي. خش انت بقى. لازم نشوف ايه تيست الطراوه. مبروك كسب. الله ماشي. دي اول حاجه. ده كانه غلاف. كده اللوحه شغاله. يا جماعه مفيش اي حاجه. صباح القشطه. صباح الجمال عسس. اضرب دي. لا لا، انا عارف انا هروح فين. لوحه ضاني يا جدعان. ولا
يعني ولا حلاوه بعد هذا. لا ما لازم بس انا عندي ليكم مفاجاه. انا مش غاوي. انت مش ايه؟ مش غاوي. مش غاوي لوحه؟ مش بتاع ضاني. بس طعم ضاني مش باين. هي حلوه بس انا مش غاوي. اوكي. بس انا لو في حد ما بيحبش ضاني ممكن ما يتضايقش منها قوي. انا ما بحبش الضاني وما اتضايقتش منها. لا لا بس دي طعم بس صح كده؟ اه. لا بس دي طعم. وبعيدا عن التصنيف. الورق العنب في مستوى تاني. خطير. وكونه شارب. ما هو شارب من الضاني. هي هنا اللعبه بقى تكمن في الله. انا مبسوط قوي. يا لهوي. الله. يا لهوي. طب ندخل على الفراخ. ده احلى من دور 16 بتاع الشامبيونز ليج. ناخد الورك وناخد السد. هل الورك ريبريزنتيف اكتر؟ الورك هو الورك طبعا بالنسبه لي البرنس البرنسيس. يعني الورك ده من غيره الموضوع ما عشان انا بس حاسس ان انا عارف انتوا هتعملوا ايه. ده انتوا قسمتوا؟ خلاص. بسم الله. شكل عشان الحته دي طلعت معضمه شويه. يا نهار ابيض. هعمل حاجه عشان تبين نيتي. انا هقطع الحته اللي قطمت منها عشان دي تكمل معانا. عشان انا عايزها تكمل معانا. حازم بشويش بس ما اشبعش. وانت ليه بتحب تديني نصيحه قدام الكاميرا؟ لا عشان نعرف نكمل. حضرتك دي نصيحه امتى؟ انت بتاكل معايا امتى؟ انا شهادتي مجروحه. انا ما بحبش ماليش في الضاني قوي. والفراخ المشويه صديق عمر يعني. حلوه دي؟ جدا حلوه قوي. بس انا مش قادر اتوقف عن ورق العنب يا جماعه. ده ما اخر واحد. انا ما عنديش مشكله يا جدعان نسيب راحتكم. بس انا عشان بس هنيجي في الاخر ان هيتقفل. انا عارف انا بقول لك ايه. وباخد حته وانا عارف انا بقول لك ايه. فانا اصوت الفراخ. فراخ لوحه ضاني طبعا. يعني انا دايما الفراخ مشويه بالنسبه لي مهما كانت حلوه. فهي بالنسبه لي انا مقتنع ان ربنا خلق الفراخ عشان تتقلي. تمام. الفراخ المشويه دي اختراع علاجي للدايت. يعني انا في الدايت باكل فراخ مشويه. واحنا بنتكلم في الموضوع ده. انا قلت لك على شكل الفراخ المشويه اللي بحبها. ايوه قلت لي انا بحب المكبوسه دي. هي دي. هم كانوا بيكلموا من شويه على الحته دي. يعني انا الموضوع كده في ايدي. انت اللي هتحسب. بالظبط. بص يعني مع كامل احترامنا عمرو خد وقتك في التفكير. الفراخ المشويه بالنسبه لي جوكر. يعني اكلها مع توميه، اكلها مع رز، اكلها مع مكرونه. فاهم؟ بتدخل معايا في مود جيم، مود ما انا بقول لك علاجيه يعني. والله لا مود حتى يا عم. عايز انام خفيف شويه بس عايز استمتع بشويه دهون بسيطه حلوه. يعني ما هي مش علاجيه. انت مش تاكل مكرونه علاجيه. ما هو مكرونه ده مش علاج. لا ما انا فاهم. مع توميه بس انا باكل مكرونه باكل بانيه. هو بص اي حاجه هتقولها هيخروح واخدها هقليها. اي حاجه هاخدها هقليها. هي جوكر اللوحه يعني نيش قوي. حاجه مش اولا مش اي حد بيعملها. رقم واحد. وتتقدم بالحلاوه دي مع ورق العنب. يعني هو اصلا اثر قلوبنا بورق العنب ده من اول. فاهم؟ يعني هو جاي وجايب رشويته معايا. فاهم؟ فرش لك تحت ورق عنب. شارب. عارف لما بتيجي في البطولات يقول لك مين كسب البطوله؟ بس في افضل هداف وافضل حارس مرمى. هو غالبا ممكن مثلا الكباب يكسب البتاع ديت بس افضل حارس مرمى كان ورق العنب اللي كان تحت. ايوه. فانا رقم فرخنا شويه. صح؟ ايه ده؟ صح؟ ايه ده؟ ايه النقله دي؟ اي فيلد يو. هي يعني الفراخ المشويه بالنسبه لي هي فعلا جوكر في حته بعتها جدا. فانا مع الفراخ المشويه الصراحه. واحد. ومما جميعه كمان خد بالك. يعني خسر. مين اللي خسر؟ اللوحه. لا ابن اللذين. لا انا بس في حاجه عايز اقولها. الفراخ المشويه بالنسبه لي سواء بقى بطريقه مصريه او طريقه شاميه او دايس. مخليه مش مخليه بتاع دايس. بتحب الفراخ اللي بيعملوها عند بتوع الشاورما الغاز دي؟ ما بحبهاش. محتاجه معاها طن توميه بس عشان تقدر اللي هو من الاخر ممكن اكل توميه وخلاص. لو انا هحطها قصاد دي. لا دي تكسب قوي من غير ما افكر اصلا. فالفراخ المشويه كسبت معانا احنا كده. بس لو عايز اشبع باخد الغاز طبعا. يعني عشان تاكل كتير. عشان ان المضغوطه دي بتحس انها نزلت النص. انما الثانيه تحس انها نص فرخه نص فرخه. لو هاكل هشبع. بس دي مع شويه رز وخلاص يعني. ما فده بز. يب. نروح الماتش اللي بعده. حمام والكوبيبه. انا جايب 3 حمامات عشان يعني مش عارف نشيل الحمامه. مش هنعرف. تمام. والحمام ده كيما توتالي رونج. فيري بور تشويس ووردز. هو انت ليه خدتها في السكه دي؟ هي لا هي راحت. حمام لازم يخسر في الماتش. النقاش يكمل معانا.
وكوبيبة مشوية. تمام. ده كان اقتراح محمد حزم. انا اول مره في حياتي اشوف هذا الموضوع. طب احنا هنبدا بالكوبيبه. تمام. عشان احنا ممكن يعني ايه نشوف الكلام ما يقول ايه. كوبيبه مشويه طبعا عن حد سوري. فبسم الله الرحمن الرحيم. اوه بسم الله. انت كخبير في الموضوع لازم اللي انت عملته ده ولا مدارس؟ ده عادي انا بفكها بس عشان كلها بقى فما تفتفتش. طب ما هي كده فرطت اكتر. بقى يلا معايا. هي كوبيبه مشويه. ايه كوبيبه برضه يا جماعه خبراء الاكل لما يجوا يشرحوا الموضوع بيبسطوه للناس اللي مش واخده بالها يعني. التكستشر بتاع كوبيبه مقليه بالظبط هو هو. ما نعرفش معايا سكه بعيده بس سمكها عالي قوي الكوبيبه يعني. طبقه البرغل قصدك؟ طبقه البرغل التخينه جدا كانت زمان احلى من كده بكتير. هو انت بتاكل كوبيبه يعني هو بتبتدي تاكل بتاكل كوبيبه وبعدين فجاه هو مين اللي دخل الحواوشي عليا في اللحظه دي؟ ايوه ايوه. طب خلصنا الكوبيبه. حمام يلا كده واحد ياخد حمايه كده وعايزك يعني ايه وايه بقى ايوه تشارك احزانك وحلق وكل حاجه. انا هقول لها انا حاجات كتير انا عندي. ده وقته ده وقت فرحتنا بس احنا مسكناها. طب انا بقول انا بقول خل... اتكلم بادب يا ولد. طب هو هيدوس انا خليني الراوند الجاي. احنا بنداخل ده حاليا الجلافزات عندنا في القناه وده كان ممنوع في القناه عندي خالص الجلافزات بس يعني هدخلها عشان محمد حزم. انا مش مع الدروات في الاكل ابدا. الله 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 والله ولا انا معاها بس احنا النهارده هناكل 16 حاجه مشويه لان هي حاسب بتاكل من حلاوه الاكل. يا سيدي معاك والله بس هناكل 16 حاجه. الطبيعي انك تاكل حاجه وتقوم تغسل ايدك. ربنا ادانا الحواس عشان نستخدمها كلها. صح الله يبارك 100% تشموا تتذوقوا تسمعوا تشوفوا نستخدمها ازاي. بسم الله يلا يا ريس. مش كل واحد بص ياكله في حته. بص 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 كل مدارس برضه بس كل واحد ياكله ازاي. ده اكله كده وده اكله كده. بص بص كل واحد ياكله ازاي بحته. الطبق ما عملش معايا اي حاجه. بص هي مباراة مش متكافئة. هو عامل زي ماتش ريال مدريد وابويل نيكوسيا عارفها. ده يخسروا 9. هو ده الموضوع. هو زي ريال مدريد وابويل نيكوسيا وانت مستنيهم يكسبوهم 9 فكسبهم 2-0. هو ده ملخص هذا الماتش بالنسبة لي. هو جاب جونين في الاول بعد ما مريح. انا حاسس كنا المفروض نجيب الحمام مكان تاني احلى. ماشي ممكن. انا حاسس ان الحمام يعني ما جاب مش موافق قوي في الحلقه دي دلوقتي يعني الصنف نفسه اللي جاي من كمين من عنده المطعم مش موافق قوي. هل تتفق معايا؟ انا اتفق معاك بس حمام في النهايه فاهم. هو في حمام في النهايه. هل انت مع ان القرفه تتحط في رز الحمام؟ جدا جدا طبعاً. جدا فعش اصلا. انا يعني عاوز اقول تصريح مطلق بس عاوز اتحفظ فيه شويه. انا مش شايف حاجه ما ينفعش تحط فيها قرفه بس هو لما بيتحط في خلطه الحمام المحشي بيرفع المستوى طبعا لا افاق اخرى يعني. طب لو قلت لك تحط حاجه واحده بس فلفل اسود او قرفه؟ قرفه. لا انا ما اعرفش اكل حاجه من غير فلفل اسود اصلا. مختار فلفل اسود. انا فلفل اسود الصراحه. بس يعني ليه هنختار حاجه زي انت ليه بتحجبني في حاجه؟ لا انك اصلا يعني انت اقول لي اقول لي الملح والفلفل الاسود في حته وبعد كده التوابل المعقده شويه ده مراتي لان في كذا مدرسه لحشو الحمام والحمام بشكل عام يعني طرق صنعه كتير قوي قوي. في ناس بتميل قوي لفكره القرفه وفي ناس بتلغي القرفه تماما انا مش شفتش حد بيلغي القرفه. لا في ناس بتلغي القرفه مش بتاعش بصراحه. الحمام المحشي ناس كتير انت مش عارف. شوف بس حتى اللي بيستخدموا قرفه لازم بيستخدموا فلفل اسود يعني عمرهم ما هتلاقيهم بيحطوا فلفل وما بيحطوش بس ما بيحطش الاثنين. يبقى رز كانه رز خلطه بس من غير يعني فلفل. مفيش فلفل. انا بحب القرفه في رز الخلطه عموما حتى. هقول لك هم في رز خلطه ينفع من غير قرفه يبقى نقطه. بس في ناس بتعمله بني تمام رز بني بس مملح يعني فاهم بس مش حاسس قوي بطعم القرفه والفلفل الاسود دي تبقى اصلا. انا زمان ما كنتش بحب القرفه قوي. عارف لما كانوا بيحطوها على الرز بلبن والحاجات دي كنتش بحبها خالص. وبعدين لا 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 اكتشفت ان انا كنت غلطان. اكل سينابون بقى ولا حاجه. طيب تفوز مين؟ تفوز مين؟ الحمام. حمام
يعني احنا سعداء بان احنا تعرفنا على الكوبيبة بس هي دخلت في ماتش ولا وهي وهي لا وهي بتبقى احلى من كده كمان. انا حسيت الموضوع بديهي. لا صح صح هو الحمام صح هو الحمام فاز مع انه بالنسبه لي النقطه من الجدل ما ظبطش الموضوع قوي ولكن فاز فاز بحكم العنفوان. هنروح اللي بعده. احنا كل ده لسه في الجنب اليمين. يس ربنا يستر. برجر وريش. برجر وريش المنافسين اللي بعده استاذ محمود مهدي في لبس الجوانتيات. انا مش مرتاح بس ومش عارف اعمله في مهرهر. بص بص مهرهر ده حازم عارف يتغلب على هرهره. برجر وريش هل اصلا الموضوع محسوم ولا احنا بنضحك على بعض؟ لا بنضحك على بعض. غير بنضحك على بعض طبعا بنضحك على بعض. موضوع محسوم تماما تماما جدا. طيب ممكن ندي فرصه للبرجر؟ لازم ماشي. يا حلاوتك وادخل انا في النص ده لوحدي. ايوه ادوق خد حته. احنا مش بنتكلم على البرجر بشكل، بنتكلم على البرجر المشوي على الفحم. يعني لو قدام برجر وريش انا في العادي هختار البرجر. يا سلام. طبعا يعني لو قدامي اكل برجر او اكل ريش هاكل برجر طبعا. طب اعتبره برجر عادي. لا لا بسم الله. الكلام الكلام هو الساندوتش ده كويس بس هو فيه الصفه الاساسيه اللي بكرهها في ساندوتشات البرجر. طماطم الاهانه الشر والهر وال بحبش اكل برجر في الشارع عشان كده بحب المطلوبة. بس انت عارف ان دي صفه اساسيه في نجاح ساندوتش البرجر؟ يعني متفاهم ان في ناس شايفه كده. ده لا لا ده العرف. يعني عجبك قوي؟ عجبني مش قوي. مش قوي. لا لا هو حلو برضو بس مش قوي. انا يعني برضو بس يعني في ليفل عالي شويه مش وحش. شوف 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 حتى هو بيديها لك شكلها عامل تحس ان واحد بيديك هديه بجد. مش التاني كان بيغرف من جوه البتاع ومطلع الدنيا وانا ماسك البتاع وفي حاجه عامله كده من فوقه. حزن ده هيفوز في ده غالب. طيب فباقي ايه؟ لا انا كنت هقطع الحته دي. مش خد بالك بس اقول القطمه دي بتاريخ رونالدو. الظاهره ولا الظاهره؟ طبعا انا اقدر اغلط في الثانيه. انا ماليش دعوه بالثانيه يا عم دكتور. واو الموضوع خلصان. واو لا وهي الريش دي حلوه يعني حلوه قوي. يعني فاهم؟ لا لا انا اللي هو لو من اي مكان تاني كنت اقول لك لا ما نتكلم بتاع الصراحه عشان بس انا يعني انا دي فاهم انا هخلص دي يعني هغل هنا. انا مش هقدر حتى احاول معاه ده موضوع كده ايه للي عاوز. والاستاذه دي هتقعد علشان دي لازم تقعد. انا اصوت للريش. وانا اصوت للريش. وانتوا انت عاوز تعمل مفاجاه وتصوت لل انتوا متحالفين ليه؟ بس مع ان حازم ممكن يصوت لل لا انا ممكن انا ممكن اصوت للبرجر كمزاج بس لا ما بين الاثنين دول ك ك ك كمنافسه بين الاثنين دول دلوقتي بده وده انا اختار ريش. طبعا ريش حلوه. طب ما تحكي لنا على ساندوتش البرجر اللي يكسب الريشه دي. ده كلام مهم. لا لازم يكون بقى حاجه يعني حاجه توب كواليتي خالص. لازم تكون حاجه فاهم اوكي يعني واجي برجر يعني. لا لا يعني مش لدرجه واجي بس تكون حته لحمه نظيفه 30% فات عليها بقى انجريدينتس نظيفه بيكن نظيف وخاص بقى اللي هو البتافيا وصوص. ساندوتش البرجر اللي في مخيلتك ده موجود في مصر؟ موجود في مصر موجود بس يعني بس هيدخل له في 300 جنيه فاهم. وفاهم هل الحاجات بتاعت البرجر جوينتس بتاعت الاوتيلات والكلام ده يعني؟ لا, 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 لا 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 الحاجات اللي هي اللي في الركات الكبيره المحترمه. انا مع محمد حازم جدا يعني لو هيجي لي فرصه اكل السندوتش اللي هو حكمان شويه ده ليه؟ لان انا عندي الريشه لوحدها بتقاتل مجموعه من المكونات اللذيذه. طب ما هو بس ده مش عادل قوي يعني. واخد بالك؟ طب ما هي الريشه دي برضو ممكن نحط جنبها صوص جامد نحط جنبها شويه سلطه حلوه هتحط طحينه هتحط سلطه على حتى بس في النهايه كتير من البقدونس اللي في النهايه مثلا جبنه مثلا فاهم الامريكان تشيدر مثلا البيف بيكن البنايه المحترمه البوتيتو بان الجميله. لا انا عندي وجهه نظر في الحته دي بجد ودي عندي مش فيها مشكله مع الريش بالذات دون عن كل الحاجات المشويه. ليه بقى؟ ان انا مش بلحق استمتع بيها. يعني انا محتاج كيلو ريش يا راجل عشان انا بص انا هاكل واحده كده في الثانيه خلصت ونبي خلص يعني اكلت تلت ربع الكيلو لوحدي. لو ربع ريش مع شويه رز وشويه سلطه انا تمام.
يعني بتالي اربع ريشات يكفوا لو انت معاك مثلا شكوفته. انا بتكلم لو عايز اكل يعني انا ويا سلام لو في على الترابيزه مثلا صباعين ممبار ولا بتاع تبقى حلوه كده. ما هي بتبقى بس لو انا هاخد سندوتش سندوتش برجر محترم زي ما شرحه من شويه كده انت غالبا ممكن ما تخلصوش كمان. مش هخلصه وهبقى مستمتع درجه يعني تعرف الصوصات والحاجات مع العيش لو مخبوس حلو مع بتاع الحاجات دي بتفتح النفس قوي يعني بتدخلك في مود فاهم تدي السيروتونين في الهواء. الكميه دي يا دوبك تكفيني. يا دوبك صح تمام. دي مكلفه لوحدها زي ما اتفقنا ومكلفه مكلفه قوي فعشان استمتع بيها. انت قلت لي ان سندوتش البرجر المثالي هو كمان مكلف قوي. الريش حاجه كريتيكال بس دلوقتي كيلو الريش بكام؟ اقل واحد بيبيعه ب 750 جنيه مثلا. انت بتاخد لك ربعايه ما انا بقول لك يعني زيها زي سندوتش البرجر النظيف. بس انا كاخد ربع ريش ولا سندوتش برجر ديفنتلي سندوتش برجر. بس انت في اخر صوت للريش. لا علشان انا في الحاله دي الريش دي حلوه قوي. جايبين برجر على الفحم. وده برجر على الفحم هو النوع ده. حلو المكان حلو مش لطيف بس مش اللي فاهم اللي هو هقول لك لا ده اجمد ساندوتش برجر كانت عادي. ميمي. وعلشان برضو الريش رصيدها يسمح يعني الحقيقه. الريش تتقدم والبرجر ياخذ جانبا. الريش تبوز صراحه ومستريحه. احنا كده خلصنا الجنب اليمين. يس. ندخل بقى على الجنب الشمال. لا مؤاخذه. ربنا يسهل. اللي بعده. جمبري مشوي و جمبري مشوي مصري مستقيم برضه مش الخليج البترفلاي. بس اقول لك حاجه بقى. الفرد. للامانه ده اكتر فورم للجمبري ما بحبوش. المشوي. ده؟ انا معاك يا باشا طاجن. معاك بترفلاي. معاك مقلي وده احسن حاجه بالنسبه لي في حياتي. انما المشوي ده ابوخهم. ابوخهم؟ طبعا. طب اتفضل. شكرا الله يبارك لك. اتفضل. يعني هو مواجهه للاحب الى قلبي اكتر حاجتين بحبهم في حياتي. واخد بالك بس الجمبري. انا كان هاين عليا اوافق حازم بس ده حلو. بس ده حلو. ده خلطته موجوده وحاضره. الله. انا يعني كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اوافقك بس ده بس ده انا رايح للحل البطارخ مش قادر. الله حلو قوي حلو قوي. الله. بس ستيل برضو في نشوفيه الجريل يعني الجمبري كائن رقيق الفحم تقيل عليه يعني فاهم تقيل على الجمبري انه يشوف فحم. بس ده جمبري شرس كبير عظمه ما قلتش حاجه بس برضو نشف معمول حلو يعني معمول حلو بس نشف هو طبيعي ماشي ما انا ما قلتش حاجه. ضرب طبعا ميكس طبعا غريب ضرب وجمبري ده مش جنب بعض فاهم. اختبار مهم مش بطال. تمسك المنديل مع تمسك المنديل وسمك المنديل. سمك المنديل مهم جدا في الضرب. لك بسم الله. اجمل ماتش شفته لغايه دلوقتي. مباراة صعيبة برشا. أنا في هذه اللحظة مش عارف حصل لي. الباقيين كلهم من أول قطمة كنت عارف. أنا كنت عندي كان عندي فايز في دماغي قبل ما نبدأ الجولة دي بس بعد ما دقت بقوا زي مهدي ما قال كده الاتنين زاد بعض بالنسبة لي إن الجمبري خطفني. هو غير فكرتي عن الجمبري بشكل عام. أحلى جمبري مشوي على الجريل من غير صوصز بين جنبه بتاع كان ممكن اكون كلته في حياتي كم مره في باربيكيو نايت في اوتيل في الكويت. حاجه بقى بره السياق يعني انت عارف دايما في الاوبن بوفيه في الاوتيلات الكبيره ما حدش عمره هيقول لك كفايه. نيفر يعني الراجل كان هيبتدي يقول لي كفايه انا مش بقتش عارف ابطل. اخد اثنين اكلهم وارجع له اخد اثنين اكلهم وارجع له يعني في ناس ثانيه عايز تاكل يعني ده فكرني بيه. وعايز اقول لك الذكرى دي كانت تايهه في دماغي يعني انا ما افتكرتهاش غير لما دقت ده. يبقى هتروح له بقى تروح تاكل عنده جمبري اكيد. بس انا كنت رايح الاوتيل ده معزوم انا عمري ما هروح على حسابي. محتاجين نصوت يا جدعان بكل شفافيه. طرب. ومن غير تحيز. طرب. طرب؟ طرب. انت تاخد طرب. الجمبري عجبني بس انا ما زلت عند ان الجمبري ارق بكثير من انه يتحط على الفحم. الجمبري ده يعني فاهم ياخد له تشويحه خفيفه هو بيستوي في ثانيه واخد بالك فالفحم يعني فاهم انا صعبان. بص غلبان ازاي بص ده يروح على الفحم ده بص وبينكمش كده كل ما يستوي لا الطرب
صباع الكفتة اللي ملفوف بالمنديل ازاي يخسر ازاي؟ لا اذا انا كسبت الكفتة عشان ليها رصيد مبارك الكفتة بروميكس يعني ماشي. جمبري معابك انت دي. هو انت ازاي بتقتنع بكلامي كده وبعدين تقوم اي حاجة يعني فاهم انت؟ اصلا هو عارف انا كنت هعمل ايه. هو كان هيرميها في الناحية التانية. انا كنت هقول جمبري وارميها. انا بقى لحقتها. انا الصراحة الجمبري ده مستعد اكله على الطرب. لا 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 بقولة واحدة. انا اسف انا لو قدامي جمبري مقلي اضحي باي حاجة بس لا لان ده مفيش منه كتير الصراحة. بس ده في منه كتير يعني قصدي جمبري مشوي معمول حلو كده مش كتير. بس هنرجع بقى فكرة انت قلتها من شوية احنا بنفوت على اللي جاي ونفوت للفكرة للطبق نفسه. ميكس من الاتنين مع ميل. ميكس الاتنين فعلا. مع ميل اكتر للفكرة. ماشي. لذلك انا تزعلش حظوظك لا عشان مش زعلان انا اكمل الطبق ده محبه على قلبي. طرب طرب ايفو الطرب اخد الطرب يعني تنزل طرب وانا جمبري صراحه الجمبري ده جبار بس ده انا بلاقيش منه كتير بعد ما نخلص بقول لي منين. اقول لك وهتنبسط. ايه ده يعني خلاص انت قلت طرب كده انت ايه كنت سرحان في ايه؟ كنت بفكر في انه خرج من المنافسة كنت متضايق قوي. لا يا عيني اهو يا عيني ده ابني يعني ده ابني ما خلفتوش. بص بقى عايز احط لك كمان متغير على الترابيزة ده لما بيتعمل وحش قبح الدنيا بيفضل صالح لانه يتاكل ممكن تاكله على مضض. ده لما تعمل وحش ما تاكلش. صح. ده لما تعمل وحش يقرفك يقلب بطنك يعني. صح مهما حصل ده من عمر ما هيقززك الا لو زفر. لو زفر المشوي بالذات غير المقلي. حاسس المقلي ممكن يبقى مع الدقيق وبتاعه ومش متنظف كويس الموضوع بس اعتقد المشوي بالذات كل ما بيبقى مش طازه وملزق في البتاع وما بس ده كفاءه. ده بصراحه كان مفاجاه الحلقه بالنسبه لي رغم خسارته. او نزلت مش صعب بس طب ده كان ممكن يفوز معاش لو قدام اي حد من دول كان ممكن يفوز. كان اللي فاتوا الجمبري يعني يكسب الفراخ يكسب الحمام يكسب يعني الريش يكسب الحمام اللي جه النهارده يكسب الريش ممكن يكسب الريش يكسب الريش جمبري يكسب الريش ممكن لا ممكن وارد لا. وفي الباقي فتح كلام كده اكيد يكسب السجق ما حنشوف والباقي ما اعرفش هنشوف بقى يلا يعني بالنسبه لي اكيد يكسب الشيش مثلا اكيد فاهم قصدي ماشي يكسب الكوبيبه المشويه دي فاهم لا انا بكلم على اللي فازوا اوكي ماشي حلو انا زعلان صح ان هو خرج. نروح منافسة اللي بعدها كباب وشيش. انت سخنت ليه كده؟ صميت وجبنة وبيض وكبسوا لايك وشير يلا تبدا بالكباب كباب انا هبدا بالشيش وانا هبدا كباب انا كباب كلنا كباب يلا بسم الله اللي كنت رايح لها. حلو جميل قعد شويه فبرد حبه بس حلو. بس انت ملاحظ طبعا ان استمتاعنا بالاكل بيقل مع الوقت. طبيعي. انا حاليا بفكر هحبس بايه مش باكل ايه. جايبه معايا رز بلبن والله شيش بسم الله والله كويس بقى. لا يبقى انا اللي بجيب منه التاني. والله صح كنا بقول له عايز اجيب الشيش ده من مكان معين قال لي وحش قلت له انا عارف المكان ده حلو ف طلع فيه منه اتنين مش تبع بعض ف واتفاجئت ان هو جامد برضه جاب لي ذكرى. انا حاسس ان دي حاجه والله ما كنت فكرت الفكره دي قبل كده. الاكل لما تدوق يطلع حلو فيفكرك بمره اكلت حاجه حلوه. طبعا ده في ذاكره اصلا بتبقى متعلقه بالموضوع ده. واو. زي ريحه المخبوزات مثلا انت لما تشم حاجه معينه بتلقائي بترجعك لمكان معين انت. اذا فالمشهد بتاع فيلم راتاتوي ده كان عبقري طبعا. لما كان الحاجه فكره بامه. ايوه واو طبعا دلاله ده شيء يعني انا مثلا انت في مخبز جنب بيتكم متعود تشم فيه حاجه معينه انت لو رجعت بعد 100 سنة وشميت الريحة دي انت طبيعي هتجيب كل حاجة. انا عشان كده مثلا ساعات كان في برفيوم بحبه جدا كنت احبش رشه ابدا وقت الامتحانات. كان يفكرك بالامتحانات. طبعا. فالحاجة اللي ريحتها تبقى حلوة ما احطهاش وقت انا عارف انها في ذكرى سيئة. عشان ما ارشه بقى في ذكرى سعيدة. ليها اسم ما مش عارف ايه ميموري او حاجة كده للموضوع ده. طيب انت دكاتره الحاجات ديت يا جماعه يا ريت تقولنا في الكومنتات اسمها ايه بتاعنا. ايه رايك في مستوى الكباب اللي جه؟ حلو جدا. يعني محتاج حته الدهنه اللي بتبقى ماسكه فيه من الجنب دي. اوكي اللي هي
الريش. اذا فانت بتقول لنا مقدما ان لو الكباب قابل الريش الريش هتكسب. طبعا اوكي ده مليون في المية صح. اوكي انا ناقصني نفس الحكرة هي وقالها دي. بس كباب حلو يعني. اه كباب كويس ومع انه برد ما بيشدش. صحيح. واللحمة نظيفة فعلا نظيفة اللحمة نظيفة يعني. ال 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 شيش الشيش بصراحة فاجئني. الشيش حلو قوي. بس طبعا الـ يعني كمنافسة انا خلاص انا عرفت الطرف بتاعي خلاص. عرفت الطرف اللي انا هتجه له. هتروح كباب؟ طبعا. اوعى تقول اصبر. حب يموت في المفاجأة. مش هعملها فيك. عشان هو بيقول وينط من السفينة ونبدأ انا وانت. انا لاحظت التكنيك ده. انت بعد كده انت على كده اخر واحد تقول. عشان انت بتهرب. انا الشيش المره دي هو عجب يعني من احلى مره كنت فيها شيش في حياتي بجد. الشيش ده عجبني قوي وتتبيلته مميزه جدا وخطير. كباب نقصه بالنسبه لي الصراحه. ما تدورش على الاثاره وخلاص. لا 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 مش اثاره. بما اني انا فوزت الفراخ المشويه فانا فوزنا الكباب. ميك سنس صراحه. انا لو كان الفوت عندي كنت هفوت الكباب برضه. تمام. للسببين. بسبب جماعه هي الناس النهارده ما تعرفش يعني ايه كباب صح. حاسس ان الكباب كاسم اتهان يعني. الكباب ده كان زمان يتحط على الترابيزه الناس تسكت يعني. انت ما حد كان عايز يحس ان هو حد كرمه يقول لي ده جاب لي كباب وكفته. بس هقول لك حاجه. وبيقدم كباب على الكفته. الريش اخدت في العصر الحديث اخدت من رصيد حته الكباب لوحدها. انا عايز اقول الاكل الفرنجي هو اللي خد من رصيد الحاجات دي او الاختراعات المفرطه في انواع اللحمه بتسويتها بالكلام ده كله. لكن الكباب كباب سكينج يا جماعه. انا عايز اقول يعني تفتكروا في فيلم رهاب وكباب كانت الجمله ايه؟ كباب وكفته. كفته قليل كباب كتير. ايوه. انا كان دايما ترتني معايا فكره ان حد يقول لك انا حد عزمني على كباب. فانت هو ده اعلى درجات الحلاوه والجمال يا جماعه. هو اصلا المحل نفسه بس اسمه كبابجي يعني. مش كفتاجي او مش كفتاجي. بالعكس كفتاجي وحشه كده ما بعرفش اعمل ايه. انت كفتاجي يا عم. فطبعا الكباب طبعا. بس انا فعلا انا فوزت الكباب عشان انا الفراخ فوزتها في الحته اللي فاتت. مع ان الشيش خطير الصراحه. طيب يعني الشيش برضه يخرج معانا زي الناس اللي هو ايه احسن مدافع او احسن حارس. فالكباب يفوز. نروح للمنافسه اللي بعدها. اوكي اتفضل يا باشا. سمك وسجق. هل ليك في السمك اصلا المشوي؟ جدا. تريكي. انا من جيل قديم شويه فاحنا كان عندنا مصيف يعني اسكندريه. اسكندريه يعني سمك يعني مشوي. الموضوع بهذه البساطه. ماشي. راس البر نفس الموضوع. كل الكلام ده نفس. وبوري لازم بوري. وبعدين انا كان عندي طفل صغير جوايا مكبوت ونفسه يصرخ من زمان ويقول انا بحب السمك المقلي ومش عايز سمك مشوي. ماشي. بدل ما تدوني السمكه اللي انتم حاسسين ان انتم كسبتوني كاس العالم عليها ديت اديني 2 بلطي مقلي من اسوأ ما يمكن. اديني 2 اللي محدش عايزهم. ايوه وانا تمام. ده انطباعي. تمام. لا انا ما السمك المشوي بالنسبه لي ما اكله بقى سنجاري بقى في صينيه اكله بتاع. بس المشوي ده بقى مش عارف ممكن ندوس يعني. والمشوي المقفول بزي دي سنجاري كده واخده خلطه وبتاع. نعمل ازاي؟ نعمل كده فعلا. انت تاكل السمك قبل السجق؟ مش عارف حاسس ان ده غلط يعني جسيم. واو. انت ايه اللي بيقرمش عندك بقى؟ الله. كنت بتضحك عشان كده؟ حلو قوي. ايه حلو قوي فشيخ. جميل قوي. ده من نفسك مجال الجمبري. هو مطعم السمك هو اللي يفوز في الحلقه النهارده. الله. واو. ده سمك مشوي سنجاري بوري. ايه رايك؟ خطير. هل ده يغير فكرتك على المصيف؟ عارف هو رجع دلوقتي بالسنجاره اللي هو فتحها من شويه. لو كنتوا بس تفتحوها سنجاري وتحطوا خلطه كانت التروما دي هتنتهي. لا ده 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 مرعب. ده مرعب يعني. ده يعني اعتقد يمسح اي ذكريات سيئه. حزب محبي السمك المقلي بعد اذنكم ادوني اذن. اكسب المنافس بتاعنا مره. بيستدعي اخواته في الذاكره. جرجير فجل.
شويه طحينه ورز صياديه. صوص صياديه رز صياديه هي رز صياديه جرجير ديها باشا وفاهم غوص مرعب. دي نص ليمونه وتبقى في 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 مكان تاني خالص. اعتقد اعتقد يعني ايه منافسه مش سهله. ده 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 جون حلو قوي جون حلو قوي لان زي ما عمرو كان بيقول من شويه احنا مع مرور الوقت الاهتمام والشهيه بتتراجع شويه فان ده عمل ريمونتادا بنت كلب جبار. بس معلش يعني هو داخل منافسه دلوقتي مع حد سجق يا عيني يعني معلش يعني من اعظم الاختراعات اللي لم نجد من اخترعها. عايز اعرف مين قدر يوصل للهانك الضاني ده ويعمل الخلطه دي. هو للامانه انت لو عايز بس اعدل على الجمله بتاعتك مين المريض اللي فكر يعمل. لا اصل خلي بالك في ناس فاكره ان ده منبار. ده مش منبار ده هانك. دي حاجه اسمها هانك جوه وبتتحط في ميه بملح علشان تفك وتبدا تبقى مؤهله ان انت تحشيها. فمين بقى قدر اصلا يوصل للكلام ده؟ انا ما اعرفش. بيتكلم في تفاصيل زياده على اللزوم مالهاش دعوه بيها يعني. الاول الناس مهتمه بالاكل فعلا هتهتم بيها. بس خلينا في الاكل دلوقتي. ماتش صعب. جميل جدا. مشوي جميل جدا. كنت متخيل انه هيبقى مش من اسهل الماتشات بس مش صح. اوعى تفتح بقك. مفكرني سمك. انا بدات سمك. انا جاهز سوينج فقول انت. سجق. سجق ده خطير. كره كره في ملعب وائل كفوري دلوقتي. السجق الصراحه فعلا يعني ما فيهوش غلطه برضو. بس هو عشان احنا كنا فاكرين ماتش سهل فالسمك يعني ادانا على دماغنا. انا بالنسبه لي عارف عامله زي ايه؟ زي برضو اول ايه ماتش اللي هو ده ماتش انا متخيل ان ده هيكسب ايه 6-0 فالماتش خلص 4-3 لده بشق الانفس بالنسبه لي. اوكي يا جماعه الحته القريبه من الحرف هنا خطيط محروقه اللي هي من كتر ما استوت اصفرت شويه خلاص مش لازم وبتكرانش كده يعني فيها عضه كده جامده كده. لا انا سمك. انا ظبطتك مره ممكن اخونك المره. اخوني مره سمك. سمك سمك مشوي مع انه ذكرياته مش ذكرياته. فكروا ان في يوم من الايام السجق خسر. لا بس ده طبعا شابوه المطعم صراحه. لا هو المطعم قدر يعمل حاجه تخليك تغير يعني فاهم وجهه نظر انت مكونها من الاول يعني. ده نازل ده حلو فورمه كويسه مش هقول توب فورم بس فورمه كويسه. ده نازل ده 150% خطير معمول حلو قوي الصراحه. شابوه الصراحه للبتاع السمك بتاع السمك. شكرا لسايل بريد. عارف زمان على كده على الجوابات كانوا بيكتبوا شكرا لسايل. تمام كده السمك فاز معانا. هنروح لاخر ماتش في الدور الاول في دور 16 يا اتفضل يا باشا. نيفا وحواوشي. اوان اسمح لي اقسم عليكم النيفا. اتفضل. تمام يعني باختبار بسيط كده هنعرف اذا كانت النيفا دي هتكسب. ماشي بس ممكن عشان طب هو انا ممكن اخد الحته المستويه زياده ديت عشان انت عارف ذوقي. انت ضاني صعب شويه. اقول لك حاجه ماشي خد دي حلو امسك انت دي. بسم الله. لا مش حلو. لا انا عجباني اللحمه حلوه طبيعتها مش حلوه. اللحمه حلوه قوي. اللحمه حلوه قوي. كنت هقول لك دوق من دي. خد يا عم. ايه مستويه حلوه قوي ومتحققه حلوه قوي قوي قوي. بقول لك ايه هم جايبين كذا حته مع بعض ما لهمش علاقه ببعض. حاجات حلوه وحاجات مخيشه. اللحمه عجباني كده كده. حلوه التتبيله مش عجباني قوي. حاسس التتبيله جاي منها احلى من كده الصراحه. لا احلى من كده ايه ده ما التتبيله لما قايله يا كفايتي. لا ماشي انا مش عاجبني طعم التتبيله. مش حاجه اسمها مش عاجبك. هو كده محور يا عم. عارف زي زمان ابويا على الترابيزه وانا عيل صغير يعني مش عاجبك. مش عاجبك ده اغلى كل يوم. دي اغلى لحمه دي مش يعني مش عاجبك انت فلاح. بسم الله. انتوا عارفين بقى ان ده اصعب ماتش بالنسبه لي لان دول حاجتين انا بحبهم قوي. اوكي قوي يعني النيفه دي انا بالنسبه لي لا تقل اهميه عن الكباب والكفته مع المشويات. حواوشي بلا اي نقاش. الحواوشي من الحاجات المقربه اصلا وبحسها تمشي في اي حاجه. انا حابب اوجه الحواوشي ده رساله. اتفضل. الحواوشي ده من الاكلات اللي تحسها مصريه قوي. يعني بتعبر عن المطبخ المصري.
حتى اسمها يعني ثانيه واحده قبل ما نكمل الحكايه ممكن الطحينه دي هنا بس اتفضل يا حسن يعني اسمها مصري اهو وهذا الحواوشي تحديدا تنطبق عليه كل العوامل الحلوه اولا نسبه دهن محترمه قوي مع انه مش سخن مولع بص العيش مقمر. العيش لو لونه مش كده ده يبقى حواوشي تعبان زائد بقى انه معمول على الفحم فدي الميزه الثالثه ورابعا بقى ان النيفه مش احسن حاجه النهارده فاذا الفائز هو الحواوشي عن جداره واستحقاق واظن محمود مهدي مش محتاج يقول حاجه لان هو محمود مهدي بيتعشى لان هو بيتعشى حواوشي دلوقتي بس انا الحواوشي بالنسبه لي في نقطه مهمه جدا مش عارف كتير الناس ولا بقى من ده ولا انه ساعات ممكن يقلب معايا كانه فاست فود بطاطس وكانز وكاتشب وبتاع يعني عامله معامل البرجر ساعات فاهم عكس الكفته والحاجات التانيه كلها لا هي ليها مود تاني ده يلعب باللعبتين يلعب مع الكفته والكباب انا بقى عندي مشكله ويلعب مع البرجر والفراخ المقليه والحاجات التانيه لا انا دخل معايا ان هو مع يعني المحل ده او غيره اللي شبهه لما عملوا دمج بين الحواوشي والشاورما بقت الاكله دي عندي نوع جديد من الاكلات عارف زي الكبده والمخ زي بتاع بقيت عارف شاورما شاورما مصري وحواوشي بقيت فاهم ساعات كده بتهل عليا انا عاوز اسال سؤال هي اختيار المطاعم ان الصنف ده يتجنب من المطعم ده اختياركم انتوا الاثنين مع بعض بنسبه كبيره يعني انا اشهد ان دي افضل تمثيل ممكن لكل صنف من الاصناف اللي احنا كلناها انا ما كانتش حاجه بقول هي في منها احسن من كده بكتير ممكن اكون جربته قبل كده لا ده في كتير منهم فكروني بافضل مره ممكن اكون دقت كل حاجه من دول انا هو شهاده اعتذر يا فندم امبارح وقعدنا نقول هنجيب منين ده هدي من دي وهدي من ده وهدي من ده عشان ده في الاخر هيديك احلى ريست خليتوني كلت حاجات انا اصلا ما بحبهاش يعني الحمد لله انا لغايه دلوقتي عمال احلم بورق العنب اللي تحت اللوحه بس احنا رجعنا ده تمام يعني كده احنا تمام كده احنا خلاص وصلنا لدور الثمانيه دور الثمانيه نروح دور الثمانيه المباراه الاولى في دور الثمانيه فراخ وكفته فراخ مش كان في محل اسمه كده تصدق فراخ وكفته والله فتح في مدينه نصر معرفش انا بس ملاحظ حاجه مش عارف دي انتوا قاصدين تعملوها ولا لا انتوا اتنين قعدتوا الجوانتيات هل معناك انتوا مش تاكلوا غالبا بنسبه كبيره ما توقعتش الاجابه دي انا كلت انا هستدعي ايه من عارف يعني فاهم بالظبط وانا تخطيت مرحله لو لقيتني كلت حاجه اعرف ان هي عجبتني قوي فانا باكل تفاصيل اوكي عشان اعمل نفسي بفتكر يعني يعني دور الثمانيه في الغالب ما حدش ياكل فيه يعني خلاص احنا عدينا مرحله الاكل ايوه حلو قوي فراخ وكفته ايه بقى انا اجابتي معروفه من الاول انا يعني اظن ان انا وضحتها اكتر من مره ان طبعا 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 الكفته فراخ انت ايه ده اجابه جريئه جدا سريعا انا لما باجي اطلب لوحدي هطلب حاجه قاعد ما فيش حد في البيت وما راحوا مشاويره بتاعه انا بطلب لنفسي وارد جدا اني اطلب فرخ اطلب نص انا كنت قلت لكم نص الفرخ اياها من المطعم اياه ده مزاجي ده اكله وانبسط بيه انا عمري في حياتي ما هطلب لنفسي كفته وانا قاعد لوحدي اوف ده اجابه صارخ انا عارف عايزك تقنع زي ما هو اقنعني كده لا اقنعك بايه دي كفته يعني ده اجدع صاحب صباع الكفته ده اللي هو قاله ده يعني لازم ترد عليه اللي هو قاله ده مش بيزد اون تيست ده بيزد اون حزم مايكرو لفل مايكرو انا قوم اروح بقى لا اصل اللي هو قاله ده مش فكره بس الذوق لا ده فعلا ده واقع يعني بنسبه كبيره الناس بتتفرج هيتماشوا في اللي بيحصل ده يعني هتلاقيهم بيعيشوا التجربه اللي هو قالها مش ايوه بس انت لو جبت ربع كفته يومي لا يحصل ما جربتش لا الكفته اطلبها في وسط حاجات تانية عمرك ما اكلت كفته لوحدها شويه كفته مع عيش وسلطه ايام الشغل ويمكن هنا هستدعي اللي عمرو كان بيقوله وهي ذكرى حزينه ايام الشغل لما كان بجيب 15 جنيه بس عندك انت عندك فيدوب شخصيه عن كفته لكن في النص في الخامه شويه انا عايزك تقول ليه الكفته
لا الكفته الاسباك كتير. ايوه قول بقى. اولا انا شخص بيفضل، انا بتكلم عن ذوقي الشخصي. انا انا شخص لحمه عن فراخ. لحمه كتير. اصلا لحمه جدا طبعا. غير ان دي مش لحمه، دي لحمه مع يعني مع دهن مع بهارات مع بتاع وكلها مخلصه في بعض وعامل لك مديك الخلاصه من الاخر يعني. واخد بالك باشا؟ مع طحينه مع عيش مع رز مع اي حاجه تديك تتعمل سندوتشات. تمام. انت تاكل سندوتش كفته ولا سندوتش فراخ مشويه؟ كفته. سندوتش كفته طبعا. بس كيس كلوزد. لا مش كيس كلوزد خالص، لانك لو عاوز ترجع تاني ل 500، انا من غير ما اقول لك امثله في عدد كبير جدا من سندوتشات الجريلد تشيكن المحترمه في عدد من المطاعم. مش محتاج اقول لك امثله حتى انت عارفها. ما اعرفش، انا حاسس ان الكفته صديق صدوق خفيف كده فاهم، حتى في عمايلها. انا اللي هختاره ده هو يعني انا الاثنين الصراحه بعشقهم، والاثنين بشوفهم اصلا هو لما اقول يا حاجه مشويه على الفحم فهي كفته او فراخ، يعني فراخ بالشكل ده مش شيش حتى، فراخ كده، ده اول حاجه بتيجي في دماغي اصلا. اقول لك حاجه بتشوي على الفحم كفته. صح فاهم. نفس الكلام الفراخ. انا هاكل كفته الصراحه فعلا، مش متضايق. ده غير سهوله اكلها يعني، كفته تك انا دي بقعد اسلك والعظم ونلف ونعمل فرق. ده هي البتاع اللي بقول لك عليها دي. ايوه من عارف، بس ستيل في عظم بره. بس هرجع اقول ان الفراخ يعني الفراخ بشكل عام انا طرق اكلها بالنسبه لي اوسع بكتير جدا من الكفته، زي ما قلت مكرونه ومش عارف ايه وخضار. بس على فكره كل اللي انت قلته ده يتاكل مع كفته برضه عادي. مكرونه مع كفته. لا انا ممكن اكلت مكرونه مع كفته. لا ما اكلش مكرونه بالصلصه بكفته او مكرونه بالصوص بكفته. بتاكلها كلها على طول مكرونه وايت صوص بكفته؟ ده الراجل اللي اختار الفراخ اهو. مكرونه وايت صوص، مكرونه ريد صوص مع كل حاجه، مع بانيه مع بوفتيك مع كفته مع كبده مع كله. انا عمري ما جربت بكفته الصراحه. جربها تطلع. انا بقى اللي عايز اقول لك انا مستغرب ان انت بتاكل فراخ مع كفته، مع فراخ مع المكرونه. لكن فرخه حته فرخه فيها عظم يعني. مع مكرونه لازم رز. لا رز وخضار او رز. عايز رز وخضار رز وملوخيه. لا كده 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 وكده يعني. انا مش خلينا نقول مش غاويها برضه. كفته تعدي. كفته تعدي. يلا كفته كفته يا بيه كفته. حمام وريش. انا عارف اختار مين. انت عارف اختار مين. اتفضل. اقول اول مره انت اللي هتبدا. انا بالنسبه لي سهله وشخصيه شويتين. شخصيه. انا ما بحبش الحمام المشوي يعني. حمام محشي فريك او رز بخلطه حلوه بالكلام ده يتقلي سيادة. متحمر. او يتحط في الفرن. ما هو ده متحمر وواخد وش فحم. ما انا فاهم الموضوع. ما بحبش الريحة دي في الحمام. يعني ليك الحق طبعا. انا بقولك هو موضوع شخصي. يعني. وانا كان يعني اقول لك حاجة بقى، انت اثرت على اجابتي بس كم. ريش. انت كنت مع الحمام؟ انا كنت هقول لو انا الحمام بالنسبة لي معمول صح قوي انا اروح مع الحمام. وده نادر. بس فعلا طعم الفحم انا بالنسبه لي افضل اكل حاجه معموله يعني متحمره في سمنه ومش واخده الطعم ده. يعني انا عايز احتفل بطعم السمنه. اذا الجوف والريش. هل انت بتقول ان الحمام المشوي اختراع فشل؟ انت ليه انت كبرت الموضوع. انا حاسس ان انا وضعت اعتراف من حازم. لا 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 ثانيه، اصل انت اللي قلته مش اصل هو اللي هو قاله ده كان ذوق شخصي. لا ليه؟ لان انا لما اكلت الحمام هقول لك، لان انا لما اكلت الحمام فعلا اللي هو قاله ده عمل كليك عندي في حاجه، ان انا كنت حاسس طعم الفحم واخد شويه من حلاوه ريحه الدسامه بتاعته لما بيبقى متحمر في سمنه ومش في فرن، متحمر على طاسه في سمنه عمال يبكبك ويضرب في كل حته. يعني هو ده يعني. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان لما تحط على الفحم او الحمام المشوي عموما، لا لو انا قداني حمام مشوي او ريش هاخد الريش. لا لا ما تعرفش بالحركه دي. ايه الحمام المشوي تاكله ازاي يعني؟ ما كلش حمام مشوي خالص يا سيدي. يعني خلاص يا يعني انا ما بحبش الحمام المشوي يا جماعه. خلاص لو ده اللي هيريح الاستاذ عمرو يعني ده اختراع فاشل. اختفى افشل حاجه في الحياه. مصر يدي خليني اطلع وجهه نظر اكستريم. يا عمرو مين فيهم ينتمي اكتر لعالم المشويات؟ الريش وش. خلاص اشكرك. بس لا اصل في فرق كبير قوي
لما حد يخرج بالطريق يعني طريقة الشرح دي تفرق كتير قوي. ليه؟ انا في حواوشي بتعمل على الجريل حواوشي بتعمل على الفحم وما تضايقش منهم خالص الاثنين بالظبط. البرجر نفس الكلام تمام. كذا حاجة نفس الكلام ممكن تجت معنا. لكن لما تقول ان الحمام لما يتحط على انا مش معترض على الفكرة خالص انا بس بياخد منه حقيقي زي ما حزم. ايوه معنى كده انا لازم بنقول ان الطريقة دي فهم بتقل من الحمام او بتقل من حياة الحمام يا سيدي مش مفضلة لينا احنا. اه يعني انا ممكن برضه كلها بس حاسس ان هنا لم انا على فكره طرق الي انا مش بقول ان انا ضد الفكره لا انا شايف ان فعلا هو واخد من حلاوه التحمير. انت حمرته خلاص طلعه لي بقى انت ما تحطوليش على الشوايه ودي حمامه حلوه دي حلوه يعني ده انما بس برضه فكده كده ريش. انا ريش اصلا بالنسبه لي برضه يعني مش محتاجين نتكلم عنها اصلا الريش يعني ريش بقى جوي يعني فريش كده كده مش ريش. الريش تتقدم لدور نصف النهائي وترسل الحمام الى الى خارج البطولة. هو هيبقى في ماتش ريش وكفته. او ماي جاد ده سيمي خلاص ده ايه ده نروح الناحيه الثانيه بقى ده كلاسيك وده مش اكتر بيقابل الكباب يلا منافسه كلمه الحق طلعت لوحدها. انا حاسس حاجه اصلا حاسس ان ده اصلا تحس نص نهائي مش حاسه لا يعني ربع نهائي. يعني ده جاي بدري حاسه جاي بدري قوي ده تكابو طرب ده منافسة شرسة. انا هبدأ ولا خليني في الاخر؟ لا ابدأ انت بالك كذا مرة في الاخر ما دخلتش انا في الماتش ما بيجلكش كمان في الاخر. طيب ماشي بص يا باشا انا بالنسبة لي يعني هو ممكن الهو ده مش حاجة 100% ولكن بحس ان الطرب هو تطور شوية للكفتة. كفتة بروباكس انا لسه ايه تمام اه والله انا بحسها كده فعلا. فهو بيزو بيز كفتة خلاص فالكفتة اوريدي هي عدت معانا تمام فانا هجو الظلم والمحسوبيه والوسط فانا هجو كباب لان زي ما احنا كنا بنقول من شويه ان الكباب دي حاجه جاه جدا ومش واخده حقها في المجتمع والى اخره وان الناس كانت بتكرم بيها بعض فكباب فاينل. الكباب الصراحه بالنسبه لي فاينل طبعا. طيب قول الفوت بتاعك علشان انا هستمتع قوي باللحظات اللي جايه. ممكن نولع سجاره هنا في البرنامج. اقول لك حاجه اشتري المايك او اكشلي اقول لك حاجتين. قول يا حازم بيزد عن ذوقي الشخصي او محبتي الشخصيه يا حبيبي زائد طعم اللي جه النهارده يعني او اتكيفت من ايه اكتر معلش لا في هذا الوضع دلوقتي طرب عمرو هو انت ليه عايز تاثر على رايي؟ لا انا عايز طرب وكفت طرب وكباب بغض النظر عن اللي موجود على الترابيزه دلوقتي معلش خلاص يعني الغي اللي موجود على الترابيزه برضه هختار طرب برضه طرب. استمتعت يا اخويا جواب نهائي مش هتغير رايي. كنت قلت كباب ما كنتش هتستمتع قلت خليك تستمتع. انا بس في نقطه مهمه احنا مزينا طبوحه ما بناكلش ما خلاص بقى الناس فهمت احنا دقنا كله والباقي بقى وجهات نظر. قلت في البدايه راجل وهو بيقول ما قالش طرب وكباب قال كباب وطرب لان هذا هو الترتيب الحقيقي للامور هي دي الفطره هي دي لا 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 على فكره يعني اذا اختيارك من كباب او طرب بالنسبه لي انا ما يعني فاهم يعني انت مش متحيز لحد فيه. ويمكن انا بالنسبه لي للامانه وانا عارف كتير ان في ناس كتير مش هتوافقني في هذا الموضوع الكباب مين الطرب سايد فرايد شخص فكباب يس الكباب مين الطرب والله بعمل زي التوك شو فاهم الكباب مين والطرب سايد الله طلعت بيتش هيعرف وسط البلد فالكباب يفوز يس الله انا متحمس جدا حواوشي وايه اللي جاي سمك حواوشي وسمك يلا بينا ادخل يا باشا بالتقيل حواوشي وسمك وريني كده في انحياز واضح يا فندم مين هيبدا ابدا انت المره دي حواوشي بس كده بتتكلم شويه اقل من كده يا حازم لا مش هفسر احنا عجبنا السمك المره دي صح انما انا طول عمري بحب الحواوشي يعني. هو ده يعني دي مباراه خالص المره دي الحواوشي حلوه قوي والسمك حلو قوي بس انا اتجرأ واقول ان السمك المره دي ممكن يكون احلى من الحواوشي يعني ده متفوق على نفسه بكتير قوي بس في المطلق لا حواوشي طبعا
حلوه اللعبه دي يعني في المطلق وفي دلوقتي في الطلب ده. لا. يعني انت دلوقتي لو قلت لي لو فضل عندك شويه في بطنك تاكل ايه ولا كاتلي شويه رز وهخلص السمكه دي؟ وانت حواوشي برضو حتى في الاوردرين دول. بس انت في المطلق هتاخد الحواوشي. احنا نلعبك كده على المطلق يعني كده كده عشان هو ده المقياس الاهم. بس انا معاك، انا مع مهدي جدا. فكره لو معايا دلوقتي ده انا هموت اكل ده، بس مش هلاقي من ده زيه كتير. صح. فعايز اكلها دلوقتي واخلصها لانها من ما تبعت تجيب لها رز صادق والله العظيم يعني مش رهيبه يعني. انا ليه عمالين نتخيل ما تبعت تجيب رز صادق خلاص. فانا مع بس الحوشي كده كده هيفوز بسهوله، لكن ده لازم نوضحه يعني. واو، نصف نهائي اصاله يعني. كل الخزعبلات اللي اتطرقت على عالم المشويات انسحبت بالزبط. وفضل في الاخر الاربعه الكبار. الاربعه الكبار كفته وريش وكباب وحواوشي. وحواوشي يعني احنا بصوا يا جدعان وصلنا فينا ورجعنا ليه. ماشي، نروح لاول نص نهائي كفته وريش. نص النهائي الاول. نص نهائي ممكن تكون اصعب منافسه حصلت النهارده. حازم قال ملاحظه مهمه من شويه، ان لو ده نصف النهائي البديهي كان المفروض يكون كفته وريش وكباب وطرب، ولكن الطرب قابل يعني في حد فيهم قابل حد من الكبار فكان لازم يخرج. صح، عارف انت النهائي المبكر. كان نهائي مبكر حقيقه. انا ما انا اعتقد انتوا عارفين انا هصوت لمين في الكفته والريش. لنفس السبب اللي انا كنت عاوز اصلا اطلع الكفته من الدور السابق. ماشي تمام، يبقى انت ريش. يس. ماشي، انا ريش. واقول لك وجهه نظر غريبه شويه، بس انا مش عارف اقرر، بس اقول لك وجهه نظر غريبه. الكفته 80-90% من الوقت مهما كان المكان اللي طلبتها منه هتطلع حلوه. انما الريش 50-50. بس الاي جيم بتاع الريشه والاي جيم بتاع الكفته ريش. لو هنلعبها اي جيم اي جيم ريش. انت قتلت المنافسه، ما قلتش حاجه انا كده. انت لا، هو لسه محتار على فكره. ريش. لا انت مش محتار. لا لا لا، هو قتل المنافسه على فكره. لا اصل هي اي جيم اي جيم قتل المنافسه. لا لا لا، اصل اي جيم اي جيم ريش طبعا. يعني الراجل بيحاول يظبط لك البيت. انا كنت بحاول مجرد ان افتح نقاش لقيته خلص. لا لا لا، اصل خلي بالك من حاجه. انا الريشه بالنسبه لي اولا انا باكل لحمه، مش باكل لحمه مفرومه. الله ينور عليك. ثانيا انا الريش بالنسبه لي فيها عنصر مهم جدا اللي هي حته الدهنه. الله. اللي هي مهمه جدا في اي حاجه مش انا جوعت تاني واخد بالك. فبالتالي ال- 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 الريشه ككل لا. وبعدين اي يعني اللحمه عموما اللي بتبقى مع حته عظم او بتاع بتبقى تيستي بشكل رهيب. فبالتالي كل العناصر دي لا تخليني اجو مع الريش. لو احنا قلنا ان ده توب فورم وده توب فورم، انت لو سالتني بشكل عام كده كده كفته ولا ريش؟ الريش. لو سالتني ايه العنصر اللي يمثل المشويات هقول لك كفته. الكفته تمثل المشويات. يعني مشويات كبير في حق الكباب قوي. لا انا قصدي في دول. ماشي يعني. انا قصدي في دول مش يعني. لما اقول لي مين فيهم مثلا اقول لك كفته. يعني انا دايما انا برضو كعمر لما بقول حاجه بتشوي على الفحم في السيخ كفته فاهم. مش هفكر في الريش يعني، مش هيجي في دماغي الريش. مش عارف ما اقنعتنيش. انا بقول لك انا بفكر يعني كده. كلها حاجات نفسيه. مش انا شخصيه شخصيه. وانا صغير كنت بشوف سيخ كفته كده ورانا. الكفته سندوتشات تمشي. ما هي دي كده كده الحاجات اللي احنا قلناها في الاول اللي بتميز الكفته ككفته بشكل عام. عشان كده انا كنت انا بالنسبه لي بس اذا حضرت الريش ريش دي ملوكي تلاقي طبق مليان ريش كده ما بلحقش استمتع بيه. برضو الكفته من يعني الريش الكفته مشبعه اكتر. تعالى نتفق على بقى. ماشي اكيد، بس مش هو ده المقياس. بس الكفته انت ممكن تاكل مثلا خمسه كفته بخمسه ليفل كواليتي مختلفين واقدر ان انا بشكل او باخر ازيف الطعم. الله عليك. انما الريش لحمه. عايز اضيف لك معلومه كمان. اتفضل. هل انت من المؤمنين بان في حاجه اسمها عزف في الاكل؟ طبعا. انك وانت بتاكل بتعزف؟ طبعا. امكانيه العزف لو انت فنان في الريش اعلى بكتير من الكفته. مليون في المية. اخد دي مع الدهنه دي. لا دلوقتي مطلوب ايه؟ طعم الشويه اكتر، دهنه اقل. عاوز اقرب من العظمه، عاوز اخد حته من الطريق، عاوز بتعزف. الله.
انا عارف انت بتضايق قوي من الناس لما يبقى قدامها مثلا طبيخ ورز تروح دلق الطبيخ على الرز يا بنعزف في حته انت في 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 معلقه عاوز الرز اكتر شويه في معلقه عاوز السلطه اكتر شويه في انت احنا وصلناك لمحطه انك انت دخلت لا هو بيفتكر اعزف اعزف يا فنان اعزف انا هجو كفته ماشي هجو كفته مع انك كلت الريشه بس انا انا هجو كفته الصراحه بس هما اتنين اختاروا ريش فخلاص بلاش فاز ريش الى النهائي لمقابله الفائز من الكباب والحواوش انت زي ما شبعتش انت اصل هما دول التوب فالتوب بيقابل التوب سؤال مهم احنا ما سالناهوش الاختيار بتاعك لسه موجود ولا طلع خرج وانت الاختيار بتاعك خرج الاختيار بتاعك لسه موجود ممكن اقول لك حاجه عارف ده ماتش عامل زي ايه زي مثلا ريال مدريد بيقابل جيل اياكس بتاع تنهاج الله واخد بالك اللي هو ايه اللي هو حد كبير قوي وملكي قوي وبتاع وحد برضو مميز بس شبابي مش كده مش جايب التاريخ مش جايب مع حمل تاريخ وهو بالظبط تمام حلو ف بس في نفس الوقت متالق يعني فاهم اختيار صعب اختيار صعب كهو يا كفتة ايه انت معانا اصلا ولا انت فرغي في الحواوشي اللي بتعمل بتاكله حاتم باشا ده كهو الحواوشي حاتم باشا خد يا بقى في الفلوس انت كنت بتسأل كباب ولا كفتة فعلا سؤال خارج الموضوع ولا انت ولا انت اللي بقيت خارج الموضوع اوكي كان عامل لي فيها مذيع في الجوله يعني الحمام انت شايف ان هما دلوقتي الكباب ولا كفته هبدا انا كالعاده وهدبسكوا اختار حواوشي انا اراهن على الشباب اراهن على ديونج وتاديتش وحكيم زياش والناس الجميله دي انا هختار ريال مدريد كمان حريش كمان كده اتنين خرجوا من الحلقه يا جماعه كده يا جماعه الاثنين ما بقوش معانا خلاص وفي حاجه اسمها ان الاكل بيذوب العقل ده حصل فضل معانا حواوشي في فضل معانا واحد بس مركز ولذلك انا بقدم لكم طبق الشوربه ده على هو انا هختار ريال مدريد كباب سكينج انا لسه قايل يعني بقت عندي سوينج انا قلت ايه انا قلت الحواوشي ايه يلعب كذا دور كذا يقدر يلعب فاست فود يقدر يلعب مشويات صفات الفريق الشبابي زي ما حازم قال يقدر يلعب حاجات كتير قوي تمام ف وانا كنت باكل منه الصراحه انا حاسس لما لا المشكله انا مايل للحواوشي بس حاسس لو اخترت الحواوشي هبقى كاني بقول ان انا ما بفهمش حاجه لا فكر في الفاينل هتلعب ريش قدام كباب لا يعني ما بفكرش في الفاينل بفكر في دول لما اقول انا فوزت لا انا لما اقول انا فوزت الكباب على الحواوشي في المشويات فانا لا انا بحب الكباب بس انا لو انا قاعد النهارده وعايز اكل كباب ولا حواوشي هاكل حواوشي طبعا ده زي ما انت قلت احنا ما دخلناش العامل الاقتصادي في الموضوع خالص احنا بنتكلم كل واحد بجنيه لازم يلعب ده بقول كده عشان بيلعب في كل لا انا احنا ما دخلناش كباب اقتصادي خالص الموضوع عشان مش لا لا خالص لا خالص يعني عندي اللحمه معموله في قلب العيش والعيش نفسه هو اللي محطوط على الجريل واللحمه ساحت شربت العيش عملنا حوارات كتير قوي في حاجات كتير قوي حصلت بس انا الماتش اللي فات انا اخترت الريش يعني انا قدرت اللحمه هنا بس لا انا عايز ادي اللحمه المفرومه فرصتها بقى هنا كنوع من انواع التنوع انت عايز كباب زي ما انت معلش بجد سامحوني حوش واو الحواوشي يتفوق على الكينج ده كلام كبير قوي بصراحه ويتاهل للنهائي تنهك شخصيا ما وصلش النهائي ريش وحواوشي الفاينل ريش وحواوشي فاينل الصراحه انا ما كنتش متوقعه ولا انا خالص يعني ما كنتش متوقعه خالص يعني انا توقعت ان ريش ممكن توصل فاينل انت كنت كده الكباب صح وخرج يعني بص عايزين بس نقول ان هذه المباراه دليل على اني مش راجل متحيز للراي فكره ان انا رايي لازم يكسب وخلاص لو في اقناع يبقى في اقناع انت كنت كاتبه خرج ممكن ما اردش ماشي ولا انت كاتب ريش انا عاده بنسال السؤال دوت في نص النهائي بس ما بنسالوش في النهائي لان في النهائي ده سؤال كشف جدا يعني
خلاص يعني خليه بقى يقول رايه لان هو خلاص ما عادش فاهم. اصل بص هو يعني انت عاوز تعرف ان انت تضغطنا ان انا لسه موجود علشان انت عاوز تخسرني وخلاص. لا لا يبقى ده مش عامل مش عامل مش بس خلاص. هو انت كاتب يا كباب يا ريش مش كاتب حوش ولو معهم بيبسي يبقى تمام. وشوط طحينه شوط طحينه وخلصنا على كده. الكباب عندما واجه الحواوشي جاء ناقصا لعامل مهم جدا اشار له الصديق حازم في احد المقارنات منذ قليل. ما هو هذا العنصر؟ حته الدهنه التي تطفي عدد من الانغام المتنوعه التي تسمح لاكل الريش كما قلت انا بالعزف على اوتار هذا البروتين الرائع. هعيط والمصحف هو اللي دخل موت افلام ليه؟ والله هعيط. والله انا شايف الريشه دي دلوقتي حاجه كبيره قوي يعني فاهم اللي هو ايه ده. انا عايز ابعتها تتعلم في الجامعه الامريكيه. ايه ده والله يعني ده ايه ده. انا ايفو تريش. ثانيه واحده. ما تقتلش بنفسك على طول بسهوله كده. مش هات المناسبه. عايزني اقول حاجه يعني ابرر موقفي يعني او اشرح اصلا انت سكت بهذا السكوت. انا هقول لك حاجه انا راجل كارنيفور. نعم كارنيفور يعني اكل لحوم أكل. يعني فاهم بحب بقدر حته اللحمه الحلوه قوي. انا ليه خرجت الكباب علشان أيوة. الكباب نادرا لما يجي لك الكباب مدهن يعني معظم الوقت بيجي له كمان مش مدهن اصلا مقلحف صافي او مقلحف زي اللي جه من شويه. علشان كده دايما انا لو قدامي ريش وكباب هختار الريش ديفينتلي. حلو الكلام لو قدامك ريش وحاوشي هختار الريش ديفينتلي عشان هي حته لحمه محترمه معاها دهنه. اشكرك شكرا جزيلا. انا الصراحه كنت هختار ريش. واو اذن عن قناعه يعني احنا الثلاثه احنا اختارنا ريش عن بجد من غير زق عن جدارة واستحقاق لان الريش فعلا هي متكامله. هي فيها حلاوة الكباب وفيها دهن من حلاوة الطرب وفيها لحمة مش ما مش مش ما مش مدهونة زي الكفتة فاهم. لا وبتديك فرصة انك تعيد استدعاء لحظات من توم وجيري. صحيح دي اقرب بعد الموزة على طول. دي اقرب حاجة لانك تمسك حتة وتقرأت فيه. صحيح وصول الحواوشي للنهائي كان مفاجأة. صحيح جامدة جدا صحيح. جدا لينا احنا الثلاثة اظن يعني. بس وصول الريش النهائي مش لا متوقع مع ريال مدريد زي ريال مدريد كده فاهم اللي هو النهائي ده لعبتها النهائي لحظة الكشف عن احنا نشوف مين بقى كتب ايه في ايه. حسب كتب طرب انا شفته هو بيكتبها اصلا. لا وهو قالها كذا مره ببقى انا هكتب طرب. اصل انا قلت اكتب طرب يقول لي طب ما تقولش قلت له خلاص مش طرب. طرب كفته. واو ريش يا فندم وحاولت ارسمها بس الرسمه كانت وحشه قوي. دي غير نقط. لا انا بكتب الشين بال فاستاذ مهدي مع انه صاحب هذه الفكره الدور ال 16 ومع ذلك خمنا كلنا وحط الريش في جيبه وفي الاخر طلعت في النهائي. ده معناه ان هو محترف. طبعا ده انا عارف طبعا وزائد ان يعني فوز متوقع للريش بجد. انت انا ما كنتش شايف انها فوز متوقع. لا لا يعني يمكن المفردات او العوامل اللي ساعدت على ان تخلي فوزها متوقع اتقدم جوه الحلقه. بص اللي ما بيحبش الريش مش اكل لحمه كمان بغي. صراحه واخد بالك صراحه يعني حد بيحب اللحمه عن بعد واخد بالك صح. فلو حد بيحب اللحمه يبقى طبيعي هيختار الريش فوق اي حاجه وهيختار الريش من محل فعلا بيرسم الريش. الله ينور عليك يعني فاهم. بص الجمال بص الجمال. لا بقول لك انت عارف ايه بقى عارف ايه ابدع حاجه في الموضوع الحته دي اللي بس لما بتبقى لسه سخنه بقى. يس يس يس. دي بقى بص جامده جدا يا جماعه. حاجه رباني متقدمه بالاداه اللي انت بتمسكها بيها عشان تكون فيها. وساعات بقى كمان بيبقى فيها اماكن جايب الريشه فيها حته ملحق كده ماسك هنا حته لحمه تانية كده بس صغنطوطه بنتها كده. عارف انت الحوار ده افكار فاهم. الحته دي بقى بتبقى احلى من الحته اللي فوق. انا ما كنتش شايف انها صعبه توصل. لا من اول خالص الريش بالنسبه لي هي اول كفته اول كباب يوصلوا النهايه. ما كنتش استغرب خالص اللي استغربت فيه فعلا هو الحواوشي ما يوصلش للنهايه اصلا. اجريت. فريش فوز مستحق جدا بالنسبه لي.
الناس بتفهم الصراحه يعني ليها كيف قوي في الشوي هيروح للريش لما اقول لك انا نفسي اكل حته لحمه مظبوطه. صحيح صحيح. ريش وش فا ده فايز معنا في هذه الحلقه هو هي الريش. بس كافضل صنف مشوي ما بين طب ايه اسوأ حاجه صعبه تاكلها في اللي جت او تاخرها مش قول وحشه يعني تحطها اخر حاجه خالص؟ اللوح انا ما بحبش اللوح عشان ما بحبوش عشان انا عشان انت ما بتحبوش وانت هقول لك حاجه غريبه انا اللي مختارها اصلا. الكوبيبه الكوبيبه ما كانتش على المستوى اللي انا متعود عليه. في احلى من كده فما اقل حاجه اتبسطت منها النهارده. انا معاه في الكوبيبه بس اختار حاجه ثالثه الحمام. يعني ممكن فوق الكوبيبه بالظبط يعني الكوبيبه كحمام ممكن. الحمام الصراحه ما جاش معايا سكه قوي او هختاره في الاخر خالص في اخر القايمه يعني. لكن طبعا الريش هي الاولى صح يعني مش لو انا شفت الحلقه مش هستغرب تقول لي مثلا ريش شيل انت بتوقع ايه تاني يعني. احنا زي ما قلنا فكره الفائز مش هي النقطه الاساسيه. النقطه الاساسيه في المباريات الجانبيه الكتير اللي طلعت واحنا بنتناقش لان هي ديت اللي فيها المناقشه الحلقه. يس تحب تقول ايه في اخر حلقه؟ احب اقول ان انا انبسطت جدا والله. احنا يعني زي ما الناس كانت بتقول لك اعمل دور 16 في الاكل انا من بدايه قوي ناس عماله تقول لي اعمل دور 16 في الاكل وانا كنت بقول لا ما اعرفش اعملها ما اعرفش الديناميكيه بتاعت الكلام عن الاكل عامله ازاي لازم حد خبير هو اللي يسوق هذه العمليه. ولما عمرو قال لي ان هو مهتم بيها وقال لي ان حازم كمان ممكن يكون موجود معانا في اول حلقه تحمست جدا وانبسطت جدا. فاتمنى ان انتوا كمان تكونوا انبسطتوا اتمنى ان انتوا كمان تكونوا انبسطتوا ويا ريت الناس بقى في الكومنتات تقول لنا ايه افكار عاوزين تشوفوا ايه بيلعب ايه مطاعم تلعب مطاعم اصناف تلعب اصناف اللي انتوا عاوزينه بقى. شوفوا حابين تشوف ايه زي ما هو كده في النوع ده من السلسله عشان نطبقها ونطلع باحسن شكل. هل نجحنا في تنفيذ الفكره؟ جدا طبعا مفيش احلى من كده. انا مبسوط جدا مية ايه يا باشا. انا اولا مبسوط ان انا مع اسمع لي مع حفظ الالقاب محمود المهدي ومع عمرو ويعني الحلقه كانت جميله قوي ومبسوط ان انا بارت من السلسله دي حقيقي ومستنيين حاجات اقوى بقى نعمل حاجات اقوى كمان من كده باذن الله ويا رب الحلقه تعجبكم ان شاء الله. نقطه اخيره مهمه جدا. عاده لما بصور دور 16 ومعاك من ضيوف بنقوم ميتين من الجوع. دي اول مره في حياتي اصور دور 16 واقوم عندي تخمه ولسه في حلو جاي ولسه في حلو جاي. بس كده طبعا قنوات ضيوف معانا في هذه الحلقه هم اصحاب قناه خلاص دلوقتي موجوده تحت في الديسكريبشن تظهر في اخر الحلقه ان شاء الله. لو عجبك الحلقه لايك وشير وسبسكرايب عندنا وفولو على الفيسبوك وفولو على الانستغرام عندنا برضو. بس كده كان معكم عمرو شريف و محمد حازم و محمود مهدي من قناه عمرو شريف و سلام